كلمة السيد لوكا تونشيلي رئيس مجلس إدارة شركة بريتون الإيطالية. Buongiorno, signor Presidente Al-Sisi, estimati ospiti. È per me un grande onore. إنه لشرف عظيم لي أن أكون موجودا هنا اليوم لتمثيل شركة بريتون، الشركة التي أعمل كرئيس مجلس إدارة لها، والتي طورت التكنولوجيا وصنعت الآلات المثبتة هنا. أعبر عن خالص شكري للثقة الممنوح لشركاتنا لبناء هذا المصنع عالي التقنية. وهو يعد أول مصنع بريتون ستون في العالم لإنتاج ألواح الكوارتز المركبة مع عملية متكاملة من المنجم إلى اللوح النهائي. وكانت مصر أول حضارة قادرة على إنتاج العجائب بهذا الحجر، واستمارة للتاريخ الغير العادي المستمر بين الذي يمتد لآلاف السنين. اليوم نبدأ فصلا جديدا من الريادة المصرية في صناعة الحجر من خلال افتتاح هذا المصنع الذي يسمح لنا بتحويل هذا المورد الطبيعي الرائع المكون من الكوارتز المصري إلى أجمل ألواح حجرية متوفرة في السوق العالمية اليوم. بالنسبة لشركة بريتون، على مدار تاريخها تعاونت باستمرار مع الشركات المصرية لتطوير التكنولوجيا ومعالجة الأحجار وتزويدها دائما بالآلات المتطورة. Mille grazie. شكرا لكم جميعا.